لما طرحت من عدة أيام كده فكرة أن اللجنة المنظمة المحلية والاتحاد الإفريقي عامل نظام إقامة وإعاشة في كأس الأمم مختلف تماماً عن ما حدث في البطولات اللي فاتت، جات لي ردود أفعال من بعض المسؤولين في اتحاد الكرة. قالوا لي أن ساعة إجراء مراسم القرعة من حوالي شهر ونص يعني كان في مندوب من الاتحاد كان موجود في الكوت ديفوار وزار عدة ملاعب واطمئن على الأمور اللوجستية المتعلقة بالفنادق والتنقلات وكده، لأن منتخبنا في المجموعة الثانية هيلعب في أبيدجان. ولكن محدش لغاية دلوقتي في الاتحاد فكر فيما هو بعد، يعني فيما بعد دور المجموعات. انت اكيد بإذن الله ربنا يكرمك هتتأهل، احنا عارفين نظام التأهل هو 6 مجموعات، اول وتاني هيبقوا 12 فريق وافضل 4 توالد فيبقوا 16 فريق، فاكيد يعني منتخبنا عنده حظوظ كبيرة جدا في التأهل لدور ال 16. ولكن من دور ال 16 هتغير مكانك وهتغير الملعب بتلعب فيه على حسب ترتيبك في المجموعة. لو انت اول على غانا وموزمبيق والراس الاخر هتستمر في أبيدجان، لو انت لا قدر الله تاني او تالت هتنتقل الى مدن اخرى. وصل لي معلومات ان الفتره اللي جايه اتحاد الكوره في اتجاه انه يصفر 3 من اعضاء الجهاز مع مسؤولين في الاتحاد عشان يبداوا يشوفوا حجز الاقامه والفنادق والانتقالات والامور دي كلها. انا كل اللي اتمناه مش فكره انك تركز على اللعب في أبيدجان بس. ليه؟ أبيدجان وياما سكرو دي المدينة التانية هيتلعب فيه مباراة المجموعة الأولى والتانية والتالتة واستكمال مباراة في دور الستاشر وربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في أبيدجان. المدينتين دول أبيدجان وياما سكرو في كوت ديفوار ما فيهمش أي مشاكل، فنادق على أعلى مستوى 7 ستارز 5 ستارز حاجة فخمة جدا في الكوت ديفوار. ولكن الأزمة فين بقى؟ في 3 مدن منتخبنا ممكن ينتقل إليهم في أي وقت طبقا لترتيب المجموعة: مدينة بواكيه، مدينة كورهوجو، وسان بيدرو. التلات مدن ما فيهمش فنادق، على بلاطة كده نجيب الآخر يعني، التلات مدن ما فيهمش فنادق. طب الناس هتقعد فين؟ الاتحاد الإفريقي عمل مع اللجنة المنظمة المحلية حاجة ظريفة قوي، مش ظريفة يعني حاجة كويسة، لا حاجة ظريفة جدا ما حصلتش قبل كده. أنشأ مخيمات في التلات مدن، أطلق عليها سيتي كان. كلمة كان دي اختصار يعني للأفكون اللي هي بتاعت كأس الأمم، وسماها سيتي يعني المدينة، مدينة البطولة أو مدينة كأس الأمم. بس المدينة أو فيما معناه أنا عشان أقرب لكم المسافات شوية، لما بتتلعب دورة الألعاب الأولمبية بيبقى في حاجة اسمها القرية الأولمبية، مع الفارق الشاسع طبعا في التشبيه، يعني القرية الأولمبية اللي تحت إشراف اللجنة الأولمبية الدولية اللي هتبقى في باريس اللي جاية يعني، وفي بورتو وتورينو وكذا مكان في فرنسا، حاجة مختلفة تماما يعني، ولكن أشبه بالمخيمات في المدن اللي هتقام فيها كأس الأمم اللي أنا قلت لكم عليها: بواكي، كورهوجو، وسان بيدرو. المخيمات دي مش هنكتفي إن هي مخيمات وقرية كده مبنية صغيرة تقعد فيها المنتخبات، لأ، ده كل قرية من دول مثلا اللي هي سيتي كان هيبقى فيها مثلا 4 منتخبات، زون هيقعد فيه منتخبين وزون تاني هيقعد فيه منتخبين. عايز أفطر، أتغدى، أتعشى، ما في مواعيد للأكل لكل منتخب، التغذية عنصر مهم في البطولات اللي زي دي، لازم تحجز وتحدد ميعاد المطعم اللي انت عايز تدخل فيه. يعني حتى المطعم مش متاح لك في أي وقت، المطعم شرك، يعني في شراكة كده بين المنتخبات في المطاعم، في شراكة ما بين المنتخبات في قاعة الاجتماعات، في شراكة ما بين المنتخبات في صالة الجيمنازيوم. ده كلام لأول مرة يحصل، أنا أول مرة أتخيل يعني أشوف كأس أمم بيتلعب بالشكل ده، ومش قادر أتخيل إزاي الكاف يوافي على كده إن في 3 مدن من أصل 5 مدن هيستضيفوا البطولة ما فيهمش فندق حتى على الأقل 4 نجوم، فندق 4 نجوم ده مش موجود. فالمنتخب عشان يروح المدن دي لازم من دلوقتي، مش لما تروح البطولة، لا من دلوقتي تعرف انت هتعمل ايه. هتستجيب وتقعد في المخيمات دي وتحجز الفطار بتاعك الساعة كذا يوم كذا والقاعة الساعة كذا يوم كذا؟ أعتقد الأمر ده مش هيعجب فيتوريو، هتبقى مشكلة كبيرة جدا، فلازم الناس تسافر من بدري تجهز للتفاصيل دي. معلوماتي إن المغرب حجزت في مكان تاني بعيد عن الأماكن اللي حددها الكاف. تونس هتبقى موجودة في مبيت لعلاقة بجالية تونسية بعيدة تماما عن اللي موجود ده، وبالتالي منتخب مصر لا قدر الله إذا وصل للدول دي أو المدن دي في المشوار ده لازم يحدد طريقه من دلوقتي، لأن لو ما حصلش كده اللعيبة والجهاز بصراحة يعني هتبقى الأمور صعبة جدا كمعيشة وكاستعدادات خلال البطولة. وارد تواجه المغرب والمغرب قاعدة في المدن دي ومن بأول البطولة وجاهزة، فالوضع يبقى بالنسبة لها أفضل كتير. فالجزء الإداري ده لا يقل أهمية عن الناحية الفنية. آخر حاجة،
كل منتخب هيسافر